نريش خبر ما المشاهد مين هو نريش ومتى يجي الإمارات وليش أول يجي الإمارات؟ أنا أول يجي 17 سنة قبل. نعم. متى يجي أنا في ليبر يعني. أها. متى يجي أنا أول ليبر بعدين في تعليم شغل بعدين سير فورمين بعدين سير سيلز بعدين من الآن هنا يفتح مصنع يعني. الحمد لله. نحكي شوي على هذا المصنع يعني أنت كيف أنت يجي فكرة وهنا في زيادة مصانع رخام جرانيت. أيوة. كيف يجي فكرة تعمل هذا الشغل؟ ومين يعني سبورت انت؟ ما سبورت بس امارات نفرات من اللوكال من الحكومه كله يعني يمشي قانون يمشي تعليم شغل مزبوط يعني في تالنت يعني ممتاز استعمال مال تالنت ممتاز. طيب سيدنا ريش يعني انت اول يجي زي فورمان يجي اول شيء موظف يجي ايوه بعدين انت هسه الان صاحب هذا المصنع ايوه. طيب نحكي عن هذا المصنع نحكي شوي عن الخدمات شو يسوي خدمات سيرفيس انت داخل هذا المصنع مشان سيرفيس؟ نعم. سيرفيس يعني نفرات شو تشويس مال الركام الركام البيت مال اي نفر موطن نفرات يعني مقاولات شو يريد نظبط ركام يعني ياتي مزبوط الشغل هو وياتي الشغل انا على طول يعني ممتاز الحمد لله يعني. طيب ونتحدث يعني انواع الرخام انت من وين تجيب انواع الرخام؟ كله من داخل الامارات ولا من بلاد ثانيه؟ داخل الامارات يعني كل بلادنا في موجود سامان يعني نعم. يعني هندي تشاينا مال عمان سعوديه مال اسباني برازيلي كل لون موجود يعني ممتاز. ونحكي شوي يعني كيف انت يجيب هذا الصف كيف انت يسوي شغل ونحكي عن السلام العام معلوم السلام العام داخل المصنع ايوه نحكي عن السلام العام وعن الصف انت كيف يجيب نفرات يسوي شغل داخل هذا المكان يعني انا ياتي عفر نفرات اها عبرات ياتي ان شاء الله ياتي مزبوط نفرات معاش كذا يعني كل نفر شغل يعني شغل مزبوط يعني. طيب سيفتي هون داخل المكان سيفتي يعني شو الليبر لا سمسم الليبر لا يعني نعم وكما تشوفي ريد مال سيفتي انا ضبط سمسم سيفتي مال نفرات يعني ممتاز. ونحكي شوي عن يعني عن الرؤيه المستقبليه لك انت شو يفكر في المستقبل يعمل فرع ثاني يفتح شغل ثاني يعني بعد 5 سنين وين نشوف نريش يعني الله كريم يعني شوفي يعني هذا بلاد يعني سكند بلاد مال انا اول بلاد مال انديا بيت مالنا يعني هذا سكند بيت يعني أه. يعني 17 سنه ونص عمر مالنا كلاس داخل الامارات يعني صحيح يعني هنا هذا بلاد في تالنت يعني في سوق في تالنت يقدر يشيل قدام ممتاز يعني مين في مو تالنت مزبوط يقدر يمشي قدام ممتاز. ونحكي شوي عن اسعاركم اسعاركم زين الاسعار كيف متناول جميع السعر الفلوس يعني اسعاركم ان شاء الله زين بدك السوق في انت شوف بريت في شوف كوليشن برا مالنا انت مبين فرق يعني نعم. طيب مستر نريش يعني نحكي شوي عن الامن والامان والسيفتي اند سكيورتي داخل الامارات يعني انت شو ودي مسج مال شيوخ الامارات ومال الشيخ محمد الله يطول عمره يعني شيخ محمد يعني شكرا مال الشيخ محمد ليش انا نيجي مال ليبر باين نجي شوي فوق متى يصير فوق يعني التالنت موجود بس ما يعني شو في اوفرز داخل الامارات مطروح شغل يعني مين في موجود تالنت مين في يقدر قدام يعني في فيوتشر يعني موجود مزبوط يعني هنا الامارات يعني من بلاد من الهندية ما يقدر يصير قدام فيوتشر يعني شوف نفرات هناك وكما في سبورت نفرات ما في سبورت هنا الحمد لله مواطن نفرات لوكال والحكومات يعني كله يعني فكر مال النفر يعني هنا يعني زي ليش برا نفرات وما يصير فكرنا اذا برا نفرات مال داخل الاماراتي هذا الشغل يعني وشوف نفر إنسان وشوف نفرات من المواطن في مسج أخير يودي لأني لازم أنا كده البيت في شوفي تعليم يجي بيطلع برا نفسه يعني بابا أنا شو هذي تعليم كيف شغل كذا انا يجي نفسه يمشي يعني اي شيء كوفي لازم تعليم بابا ماما ما يقدر تعليم هنا ما تجي برا بلاد ما هنا يعني شوف مزبوط كله مزبوط انا جاي اول ليبر ما اعرف انا الدنيا بس انا اعرف شويه كلام بس ما اعرف الدنيا شو انا يجي هنا ما شيء كو 20 سنه عمر يجي هنا ما شاء الله 17 سنه انا كله تعليم هنا صحيح. بس المدرسه كلاس انا يجي هنا سنه شيء كو يجي هنا هنا الحمد لله يعني كله في يعني داخل الامارات المواطن نفرات كذا كله يعني الحمد لله سمسم صديق يعني الحمد لله زياده موطن موجود سمسم صديق يعني سمسم اكو وما يصير فكره هندي هذا مسلم وما في كلام الحمد لله هذا بلاد مساوي كل تساوي موطن نفرات يعني ولا نفر ما يشوف انا هذا هندي هندو هندي مسلم ما في كلام ما يشوف شغل صحيح. انسان هذا شوف نفرتنا ممتاز ممتاز. طبعا اعزائي المشاهدين اشكروا معي رجل الاعمال المستثمر الهندي السيد نريش وهو صاحب ومدير عام فرانداس لاعمال الرخام والبلاط في مدينه المصفى.